موضوع جامد جدا. الحب واضح ان مفيش حب خالص. ان انا كل يعني ما اجي اسال سؤال يعني الموضوع بيبقى غريب قوي، انه الحب قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ لسه لحد دلوقتي ما عرفناش الفيصل فين، او هو اصلا في حب ولا مفيش حب. طبعا في حب، طبعا طبعا في حب، ما دام هو حبك قبل الجواز وهيفضل يحبك لبعد الجواز. مين اللي قال؟ مين اللي اداكي ضمان ان هو عشان حبني قبل الجواز يفضل يحبني بعد الجواز؟ شو كده يزهق مني؟ لا، ما هي دي بقى حسب التعامل والحياه بقى، لازم يبقى فيه تنازلات من الشخصين. لو بيحبوا بعض هيبقى فيه التنازل ده، بس زي ما بقولك الحب بيتحول، بيبقى عشره، بيبقى ناس عايشين مع بعض خلاص، زي كده وانت قاعده مع اهلك في البيت، انتوا خلاص عايشين مع بعض، بتحبوا بعض، بس مش لازم نعبر برومانسيه خلاص. يعني لما الموضوع يتطلب رومانسيه هتلاقي الرومانسيه، لما هتتعبي هتلاقي الشخص اللي بيحبك واقف جنبك، بس هو ما بيبقاش الحب والرومانسيه زي اللي احنا نعرفها قبل الجواز. قبل الجواز دي بيبقى فيه جلو كده لسه، يعني احنا بنسهر بقى واخرجك والورده والعزومه والعشاء لكن بعد الجواز انت قاعده معاه، انت عايشه معاه خلاص، فطبيعي هيبقى ما فيش الكلام ده على طول، all the time كده مش موجود. هتلاقي نفسك اللي هو لما بيبقى في مناسبه بتظهري المشاعر دي، لكن الحب بيفضل موجود، بيتحول لعشره. بالعكس ده ممكن يبقى بوند، يتحول لحاجه اسمها يبقى في ارتباط اكتر، يعني زي احنا دايما نشوف الستات والرجاله الكبار تيتا وجدو، لما تلاقيهم عايشين مع تيتا تتعب، تلاقي جدو قاعد جنبها وتعب وزعل عشان تيتا وجدو. يمكن يعني تيتا وجدو دول كان اللي هو زمن الفن الجميل، اللي هو كان فيه كل حاجه جميله يعني. بس ايام الحب زمان ما فيهوش قديم وجديد. لا، الحب فيه قديم وجديد. الحب فيه وفي سوشيال ميديا وفي كل حاجه، في سوشيال ميديا، بس الحب بعد الجواز بيتحول لعشره، العشره دي موجوده طول حياتنا. بس طريقه التفريغ او طريقه الفضفضه اختلفت من دلوقتي لزمان. يعني لما مثلا كان زي ما بتقولي جدي وجدتي لما كانوا بيتخانقوا مش بيخشوا يكتبوا بوست على اي وسيله من وسائل السوشيال ميديا فيقوموا الدنيا. ما كانش فيه الجروبس الكتير قوي بتاعت الستات انه كل واحد يخش يفضفض ويحكي قصته. فيمكن الوضع بقى مختلف، بقى فيه طريقه للست اللي هي تعرف تاخد بيها حقها، حتى لو مش بتاخد حقها دايركت، ممكن تاخده اندايركت عن طريق ان واحده تقول لها اعملي كذا، سوي كذا، شايف حطي له ايه، سجلي له ايه، حطي له موبايل ايه. يعني احنا دلوقتي بقينا بنشوف حاجات غريبه جدا، وده اللي بيأثر على الريليشن بشكل سلبي. طيب بما انكم انتوا الاثنين شايفين ان الحياه كيوت وحلوه وبعد الجواز جميله وقبل الجواز جميله، وشايفين ان هي بس مجرد ان هي شكلها بيتغير، الجوازات اللي بتتحول لملل، يعني لما الحب يبقى موجود وفجاه يتحول لملل، هو ملان طول الوقت وقاعد بره البيت، ايا كان بقى بيعمل ايه، بيلعب بلاي ستيشن، قاعد مع اصحابه، الفكره ان هو طفشان بره البيت، يعني تفسري ده بايه، او ايه اللي بيوصل العلاقه لفكره الملل كده؟ هو طبيعي احنا ممكن نزهق مش بس من العلاقه، من كل حاجه، يعني اكيد كلنا بنزهق، بس الشطاره بقى في انك تتعاملي مع ده ازاي، يعني ازاي نجدد العلاقه دي ونحاول نقلل الملل. ازاي؟ ممكن سفر، ممكن هو يسافر مع صحابه، ممكن هي تسافر. يعني السفر عامه انا بشوف من وجهه نظري انه من الحاجات اللي ممكن تخلي الاثنين يشتاقوا لبعض، انا بشوف ان ده بيبقى فعال جدا. طيب نفترض ان هو معوش فلوس يسفرها ولا معوش فلوس هو شخصيا يسافر، يعملوا ايه، يجددوا ازاي في اطار ان هم موجودين في البيت؟ ممكن يشاركوا مع بعض انشطه معينه، يعني هو مثلا بيحب الفيديو جيم او بيحب بلاي ستيشن، هي ممكن تلعب معاه، هي بتحب تتفرج على مسلسل معين هو يشاركها، مش مشكله ان انا اتنازل شويه واعمل حاجه هو بيحبها عشان احنا الاثنين نستمتع. فكره ان احنا نقرب لبعض، يعني نبقى قريبين لبعض، حتى سواء الحاجه هو بيحبها انا احاول امثل اني بحبها والعكس صحيح، وهي تمثل برضه هو يمثل انه بيحب حاجتها. هتمثلي الوقت قصير مش هيبقى طويل، هو حاول استمتع، يعني ليه ما حاولش استمتع يعني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.